أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام إلى هذه المتابعة الحية عبر أكسترا نيوز. قال مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو في الصين إن هونغ كونغ تمر الآن بمرحلة حرجة بعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة والمستمرة منذ شهرين، مطالبا بضرورة وقف أعمال العنف هناك. وكانت الاحتجاجات قد دفعت هونغ كونغ إلى أخطر أزمة سياسية منذ عقود، حيث تشكل تحديا للحكومة المركزية في بكين. في سياق متصل، ألغت سلطات المطار في هونغ كونغ كل الرحلات قرر اليوم بعد استمرار تجمع المتظاهرين في المطار. معنا للمزيد من المتابعة لتطورات الأوضاع في هونغ كونغ وتداعياتها وتفاصيل أكثر حول أسباب الاحتجاجات والاعتصامات في الشوارع، معنا عبر الهاتف أستاذ محمود ريا، مدير تحرير موقع الصين بعيون عربية. مساء الخير يا فندم، وأهلا وسهلا بك، وكل عام وأنت بألف خير. أنت بألف خير، أهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. يعني استاذ محمود، هبدا معك من يعني الغاء الرحلات في مطار هونغ كونغ اليوم، هل بتعد مؤشر لتفاقم الاوضاع الميدانيه في هونغ كونغ ام انها اجراء احترازي؟ لا شك ان خطوه توقيف الرحلات الى هونغ كونغ خطوه خطيره جدا. نحن نعرف ان مطار هونغ كونغ هو من اكثر المطارات استضافا وازدحاما بالرحلات في انحاء العالم، يعني لذلك توقيف العمل هذا المطار دليل على ان الازمه هي في مكان حرج فعلا كما قال مدير المسؤول الصيني الرسمي، وصار ينبغي الوصول الى حل لها في اقرب وقت. وان كانت رئيسه التنفيذيه لهونغ كونغ وعدت وما زالت تعد بمزيد من الصبر على الشباب في الاحتجاجات التي يقومون بها قبل الانتقال الى الخطوه الاخرى. طيب، يعني بالتاكيد حتى يكون المشاهد على اطلاع ب يعني اسباب تردي الاوضاع يعني الميدانيه في هونغ كونغ، بالتاكيد السبب هو بسبب القانون اللي كانت اقرته حكومه هونغ كونغ، واللي بيجعل محاكمه يعني الاشخاص بيتم محاكمتهم في الصين او بيتم ترحيلهم للصين لكي يتم محاكمتهم. عايز اعرف حضرتك الى اي مدى هذا القانون يعني بتفاصيله وبتداعياته هو بالنسبه لل مواطن في هونغ كونغ في شيء من الظلم او في شيء من الصعوبه، وهل هو قانون دستوري؟ يعني هونغ كونغ هي مستقله، دوله مستقله، لكنها بتتبع سياسيا الصين في بعض التفاصيل. محتاجين توضيح اكثر حول المجالات او يعني ما هي المحاور اللي خلينا نتكلم انه الصين او هونغ كونغ بتتبع فيها الصين. هذا السؤال يحتوي على الكثير من المسائل التي لابد من توضيحها. أولا، هونغ كونغ أبدا ليست دولة مستقلة ولا بأي شكل من الأشكال، هي منطقة هي تابعة بشكل كامل للسيادة الصينية وللسلطة الصينية، ولكن هذه المنطقة لها وضع إداري خاص فقط، لا أكثر ولا أقل. إداري مستقل، يعني استقلال إداري فقط. لا، هي استقلال ذاتي، أو لنقل أنه حكم خاص وليس استقلالا كاملا، وليست دولة، ولا يمكن أن تكون في أي وقت من الأوقات دولة مستقلة. لذلك القانون الصيني أصلا هو يعني غالب ومسيطر على الوضع في هذه المنطقة، خصوصا بعد عودتها إلى أرض الوطن الأم تحت شعار دولة واحدة ونظاما. هذا الشعار لوحده يكشف حقيقة الوضع، هي دولة واحدة ولكن هناك نظامان اداريان يحكمان هذه في هذه الدوله، يعني في البر الصيني وفي هونغ كونغ. لذلك هذه المساله الاساسيه التي التاكيد عليها انها ليست دوله مستقله باي حال من الاحوال. ثانيا، بالنسبه للقانون، هو مجرد كان مشروع قانون مطروح للنقاش في برلمان هونغ كونغ الذي هو يعتبر يعني مجلس منتخب لتحديد الشؤون الداخليه لتقرير الشؤون الداخليه للمنطقه. لذلك هو لم يصل الى درجه قانون، وانما كان مجرد مشروع قانون، وقد تم سحبه اثر الاحتجاجات، وهذا دليل على ان السلطه الصينيه او السلطات الصينيه سواء في هونغ كونغ او في البر الرئيسي تتجاوب مع مطالب الشباب ومع الاعتراضات الموجوده وتناقش في المسائل المطروحه. اما القانون بحد ذاته او مشروع القانون بحد ذاته فهو مجرد
يقوم أساسه هو تبادل المطلوبين بين الصين وهونغ كونغ كما يحصل بين الدول مختلف الدول الأخرى، وترحيل المجرمين الخطيرين الذين يهددون الأمن القومي إلى بكين لمحاكمتهم، وليس أي مجرم وليس أي إنسان عادي، يعني إنما تتم محاكمته في هونغ كونغ ولا ضرورة لترحيله إلى الصين. لذلك يعني المسألة كلها هي مجموعة من سوء التفاهم أو من التصعيد الذي يرتكز على قانون على مشروع قانون كان ما زال في إطار البحث. إذا يعني أنت تقول سيد محمود، طيب قبل أن أتطرق إلى مسألة التصعيد وأسبابه من وجهة نظرك، فقط يعني لكي نوضح هذا الأمر، المحاكمات هل في كل القضايا وفي كل أنواع الجرائم أم في جرائم معينة هي التي بينطبق عليها هذا القانون وبموجبه بيتم ترحيل هؤلاء المجرمين في هذه القضايا التي يتم محاكمتهم في الصين؟ هي مجرد بعض الجرائم الخطيرة، وهذا أكدت عليه الصين المركزية يعني البر الصيني، وأكدت عليه سلطات الحكم في هونغ كونغ. ليست كل الجرائم يمكن ترحيل المجرمين فيها إلى بكين، وإنما الجرائم الخطيرة التي تمس بالأمن القومي وما يشبهها. لذلك هذا الموضوع كان يعني يجب الالتفات إليه بشكل كبير من قبل الشباب. طيب قبل هذا المشروع القانون كيف كان الوضع؟ يعني هل كانت كل الجرائم وكل المحاكمات تتم وفقا للنظام المعمول به في هونغ كونغ ويعني داخل الأراضي في داخل هذه المنطقة بشكل خاص، أم أنه كان هناك أيضا بعض المسائل التي يتم ترحيل الأشخاص بموجبها أو فيها إلى الصين؟ هو يعني النظام القضائي الى حد ما فيه لديه الكثير من الدرجات، يعني في سواء في هونغ كونغ او في الصين، بغض النظر عن التفاصيل الدقيقه لهذا الموضوع والتي يعني نحن كعرب لا يتهمنا بشكل اساسي. يعني لا، بما انه هذا الموضوع يعني بما انه يعني الامور والتطورات الميدانيه مرتبطه بهذا السبب، فبالتالي اعتقد انه يعني فقط هذه النقطه توضحها، لانه فيما بعد يمكننا التطرق الى مساله ما اذا كان المتظاهرين لديهم اسباب يعني منطقيه او معقوله يمكن تفهمها للاعتراض على المشروع القانون الجديد والوضع الجديد الذي يريد تطبيقه مشروع القانون. النظام السابق كان فيه نوع من التعاون القضائي، الان هناك كان يعني نوع من توسيع هذا التعاون ليشمل بعض المسائل الخطيره التي يمكن أن تأمس بأمن المنطقة، بأمن هونغ كونغ وبأمن الصين المركزية. المهم بالموضوع أن الصين أن ما يحصل هو أكثر من مسألة احتجاج على قانون. لقد تخطى هذا أو على مشروع قانون، لقد تخطى هذا الأمر إلى نوع من التحريض على توجه خطير جدا، يعني هناك نوع من دعوة إلى استقلال هونغ كونغ، وهذا الأمر يؤدي إلى وصول الصين وهونغ كونغ إلى وضع خطير وإلى مشكلة كبيرة. وهناك يأتي دور التدخل الغربي والتدخل بالتحديد الأمريكي الذي تمثل في استقبال مثلا دبلوماسيين أمريكيين لشخصيات من منظمة اسمها استقلال هونغ كونغ في القنصلية الأمريكية في تايوان، وهذا يمثل نوع من التدخل الخطير الأمريكي والتدخل البريطاني والتدخل الغربي في شؤون هذه المنطقة التي عانت على مدى سنوات على مدى عقود من الوجود أو من الاحتلال البريطاني، وعادت مؤخرا إلى وطنها. طيب يعني إلى أي مدى الأمور تبدو أنها قد تتحلحل قريبا؟ يعني ما هي الحلول المطروحة على الطاولة الآن؟ مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو في الصين يعني أوضح أنه هناك يعني أوضاع حرجة ودعا إلى وقف أعمال العنف في هونغ كونغ. هل يبدو أنه هناك محاولة للتراخي أو الوصول إلى حل وسط يرضي جميع الأطراف، أم أنه الصين متمسكة بموقفها؟ بالنسبة لموضوع القانون، الحل انتهى، موضوع المشروع القانون لقد تم سحب هذا المشروع القانون من البحث حاليا من اجل توفير ظروف افضل لمناقشته بشكل هادئ وبدون
التوتر. اما بالنسبه للوضع الذي تعيشه فهو كما قلت تجاوز موضوع القانون واصبحت الان الامور يعني تتصاعد الى مطالب اكثر خطوره والى تصرفات يعني وصفتها السلطات الفلسطينيه بالتصرفات التخريبيه وربما تصل الى وصفها بالارهابيه. وهذا يعني انه اذا بقيت الامور ماشيه او سائره في هذا الاتجاه السلبي يعني ان الصين مضطره لاتخاذ اجراءات حاسمه لمنع تدهور الامور ولمنع كما وصفه المسؤولون الصينيون لمنع وصول المسائل في هونغ كونغ الى الهاويه. تعرفين هونغ كونغ تقوم على الدور المالي الكبير والاستقرار مساله مهمه جدا في هذه المنطقه لتلعب دورها على المستوى المالي والاقتصادي في شرق اسيا وفي الصين وفي العالم كله. ولذلك هذا التوتر او هذا الشغب العنيف الذي يمارسه البعض هم قله بالمناسبه من المتظاهرين من ضمن المتظاهرين هم قله الذين يمارسون العنف والتخريب والارهاب. فاذا بقوا على هذه الحاله فلابد من معالجتهم بما يسمح ببقاء الاحتجاجات المنطقيه والاحتجاجات السلميه، وهذه السلطات في هونغ كونغ لا تمنعها ولا تضع حدودا لها، ولكن هي تمنع الاحتجاجات التي تمارس فيها الممارسات الارهابيه والعنفيه من قبل هؤلاء القله من المتظاهرين. شكرا جزيلا لك سيدي ضيفنا عبر الهاتف سيد محمود ريا مدير تحرير موقع الصين بعيون عربيه.